إذن مشاري صدرت انترناشونال وغيرت سيتي على فيسبوك. قلت الرئيس يعطيك العافية. بس شو 10 دقايق؟ لا شو نص ساعة تقريبا. إذن حوالي نصف ساعة استمر هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. طبعا يعني هو لقاء مفاجئ. لماذا؟ لأنه بحسب المعطيات فإن الموعد كان مقررا غدا، ولكن أتى الرئيس ميقاتي اليوم، وصل عند 4:10 وانتهى الآن الاجتماع من دون أن يدلي الرئيس ميقاتي بأي تصريح، علما بأنه لدى دخوله إلى قصر بعبدة كان الرئيس ميقاتي قد مازح الصحفيين وقال أنه ما في اليوم تشكيل حكومة لأنه رئيس بري بجنوب وبالتالي ما فينا نطلع المراسيم. طبعا قال هالشي بشكل ممازح للصحفيين. من المتعارف عليه بأنه بعد تشكيل الحكومة وتوقيع الرئيسين على هذه التشكيلة يستدعى الرئيس نبيه بري ليبلغ بالأمر، ولكن يعني تحت هذا العنوان كان كلام الرئيس ميقاتي، ولكن على ما يبدو ما في بوادر بأي تشكيل بشكل قريب. طبعا حنحاول نعرف المعطيات المتوفرة. هناك بعض الترجيحات بإمكانية العمل بشكل حثيث للوصول إلى حكومة فاعلة قبل انتهاء عهد ولاية رئيس ميشيل عون، علما بأنه من اليوم الساعة 12 بالليل بتبلش المهلة الدستورية للدعوة لانتخابات رئاسية جديدة. هناك 60 يوم خلاله من المفترض أن ينتخب مجلس النواب رئيس جديد للجمهورية. الرئيس نبيه بري بحسب المعطيات هو يتريث للدعوة إلى الانتخابات الرئاسية لأنه يريد أن يمرر جلسات تشريعية، وبالتالي في حال دعا للانتخابات الرئاسية ببطل اللي يقدر المجلس يشرع، خصوصا خلال 10 أيام الأخيرة. هناك أيضا تريث من قبل الرئيس بري لقيام بجوجلة سياسية إذا صح القول. هناك سلسلة من اللقاءات سوف يجريها في المرحلة المقبلة للوقوف عند آراء الكتل النيابية والقيادات السياسية بالبلاد حول مسألة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي على ضوء هذه المشاورات يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس تكون فاعلة وليست شكلية فقط من دون التوصل للانتخابات الرئاسية، علما بأنه الكثير يتخوف من الفراغ، وبالتالي السؤال ماذا بعد الفراغ. الرئيس عون يؤكد بأنه سوف يغادر القصر بعد انتهاء الولاية، ولكن هناك أيضا ترجيحات من تيار الوطن الحر بإمكانية ربما بقاء الرئيس عون في قصر بعبدة. طبعا هذا كله بإطار الجدل السياسي القائم حاليا. من هون لوقتها رح نشوف كثير من المواقف السياسية، وخصوصا اليوم أيضا في موقف للرئيس نبيه بري تقريبا بعد أقل من ساعة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. هذا الموقف الكل أيضا تتوجه الأنظار إلى الجنوب، ماذا سيقول الرئيس نبيه بري؟ هل هناك من مبادرة سياسية تأتي في إطار الاستشارات حول مسألة الانتخابات الرئاسية؟ هذا الأمر أيضا سنعرفه لاحقا. على كل إن كنا معكم من قصر عبدة، أي شيء جديد ومعطيات جديدة نعطيكم إياها فور ورودها. كما قرر يا شنطف وعلي شعير، إلى اللقاء.